أحبتي الكرام، الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مولانا الكريم سبحانه جل في علاه، هنا الخطاب موجه للمؤمنين ويدعو المؤمنين إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا أمر على العموم، التوبة واجبة. لذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما معناه: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. في الآية الأخرى الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين وكيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. تخيل، يعني راه التوبة ماشي واحد العمل ديال واحد الإنسان اللي غارق في المعاصي وبعيد على الله ودير ذنوب كثيرة، لا، كلنا مطالبين بالتوبة، حتى المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ونصوحة بمعنى أنها خالصة لله تعالى، خالية من الشوائب. والتائبين أحبتي الكرام هم أحباب الله تعالى. سيدي ربي يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيقول في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، يقول: التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحب هذاك التواب، هذاك الإنسان التائب، هذاك الإنسان اللي دار ذنب وندم، لأن الندم توبة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الندم توبة لأن الندم من أعظم أركان التوبة، ما يمكنش تكون توبة بدون أن يكون ندم. الندم توبة. في الحديث اللي تكلمنا عليه شي مرة في إحدى الحصص، أن من الناس اللي كيفرح بهم الله تبارك وتعالى هذاك الإنسان التائب، هذاك الإنسان اللي تصلح مع الله تبارك وتعالى، اللي بدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المعنى كيعطينا واحد المثال كيصور لنا هذا المعنى ديال فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده. فكيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، يقول: الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. كيعطينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثال بواحد الإنسان فواحد السفر في الصحراء، عنده الناقة ديالو، هذيك الناقة هي اللي فوق منها الشراب ديالو، فوق منها الطعام ديالو، فوق منها من الأمور اللي غادي يحتاجها، الزاد ديال السفر كاين فوق هذيك الراحلة، وفي الصحاري وفي الخلا والقفار. كاين الآن كاين ما يسمى بالطرق السيارة، وما شاء الله هذه الطرق هذه مجهزة، حتى أنها في بعض بين بعض المدن ولو فيها ثلاثة ديال الطرقات، يعني ثلاثة ديال السيارات ممكن يدوزوا، يعني طريق عريضة ما شاء الله، وهذا من فضل الله تعالى علينا في هذه البلاد. هذا كاين طريق سيار، كاين طريق وطنية، ثم كتكون ديك الطريق الجهوية. الطريق الوطنية ماشي هي الطريق الجهوية، وكيكونوا هذوك الطرقان اللي الحركة فيها شبه منعدمة، نادرا فين كيستعملها الواحد، كتكون يعني في الخلا وفي القفار وغادي. تخيل معايا أخي الكريم أختي الكريمة، شي واحد في سفر وقربت المغرب وبدا الحال كيظلم، وهو في شي طريق من هذوك الطرق اللي ما كيدوز فيها حتى واحد،
وقع لي مشكل في السيارة ديالو، ما كاين محطة استراحة، ما كاينش الغادي والجاي، لأن الطريق جات في الخلا اللي كتوقع لي شي حالة في شي حاجة في حال هكذا. اش كيبقى لي؟ كيبقى لي الباب اللي ما عليه بواب، اللي هو باب الله تعالى. كيدعي الله تعالى انه يفرج عليه. كيحكي لي واحد الصديق ديالي امام، شي مرة شرا واحد الطوموبيل على قد الحال يعني، وقال غادي نسفر الوليدات وديهم للبلاد، والبلاد يعني بعيدة، وبلادهم يعني جات في واحد المنطقة نائية، ويعني الطريق صعيبة، ومشي شي طريق اللي هي كيمشي فيها الناس وكيجيو، يعني الحركة السير فيها قليلة جدا. شاهد أخي الكريم أختي الكريمة أنه أول مرة غادي يسافر، يلا أخذ البيرمي، يلا بدا كيتعلم. فاللي غادي يوقع ليه أنه غتفرق عليه واحد الرويضة، وأول مرة غيوقع ليه هذا الأمر هذا، ما عندوش يعني شي معلومات مسبقة، شي تجربة سابقة كيدير باش أنه يبدل الرويضة. تيحكي ليا كيقول ليا ملي وقع ليا هذا المشكل، قلت يا ربي أنا راه ما كنعرفش وأنت اللي كتعرف، يا ربي أنا نيتي أنني باغي نفرح الوليدات وندير صلة الرحم. فتيقول ليا ما جيت فين، بيني وبين نفسي أنا هذا الكلام يعني، هو تيدعي الله تعالى بينه وبين في خاطره، قلت ما جيت فين نكمل، حتى وقف عليا واحد السيد ديز من تما، السلام عليكم. وعليكم السلام، شو المشكل عندك؟ عندك ايه واخا بلاتي عندك داك البروديو السكور، جبد راه جبد ليا الماتيريال اللي عندك، وقال لك صيب لي الطوموبيل وقادها وكذا، بمعنى انك تحس بان الله تبارك وتعالى معك، تدخل الله تبارك وتعالى، اللطف ديال الله تبارك وتعالى بالعباد ديالو حاضر سبحانه جل في علاه، ما تيخليش عباده نهائيا. وهذه واحدة من المعاني ديال ان الله تعالى لطيف. ممكن تكون في وسط واحد الأزمة، واحد الضيق، واحد الشدة، ولكنك لا تدري الفرج من أين يأتي، الله تبارك وتعالى يفرج عنك. سنواصل بقي هذه المعاني بعد هذا الفاصل. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث المتفق عليه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو حديث فرح الله تبارك وتعالى بتوبة العبد. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. إذن قلنا عنده ناقة تودرات ليه فيها كاع داكشي اللي كيملك، واحد الوقيته قال بلاتي بدا نقلب عليها، بقى يقلب يقلب يقلب، والشمس محرقه والحراره مرتفعه والارض سخونه، كتعرف الصحراء كيفاش الجو كيكون فيها. نهائيا يعني كيهز عينيه للافق، ما كتبانش ليه الناقه ديالو كذا. فشاهد اخي الكريم، هذا السيد هذا باش نكملوا القصه فقد الامل وفقد كل يعني كل خيط ديال الامل في انه غادي، فاذا به يجدها. فبالله عليك اخي الكريم، كي غتكون الفرحه ديال هاد السيد هذا اللي رجع ليه الامل في العيش؟ غادي يكون شديد الفرح، وغادي يكون يعني في منتهى السعاده وفي منتهى يعني الفرح لدرجه لا تتصور. فالله تبارك وتعالى اشد فرحا من هذا الرجل من اللي كيتوب ليه العبد. الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث كيقول: الله أشد فرحا من توبة هذا. فملك التوب أخي الكريم أختي الكريمة، كتصالح مع الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يفرح بك فرحا شديدا. فبعض الروايات أن هذا الرجل خطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاني جميلة جدا ديال التوبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بها وأن يجعلنا من التائبين، إنه على ما